أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. نتابع. الوطن القطري أحمد السيد رحيل خلفان مؤلم. في الرأي القطري منتخبنا اليد يخوض مبارتين مع لشبونة البرتغالي. الشرق قطرية الانسحاب من البطولة الأسيوية عقوبات مشددة على الريان. حسين الغافري كتب في الرؤية العمانية التكامل العماني القطري. مدى العراقي اتحاد الكرة يحسم التعاقد الرسمي مع إريكسن. اللواء اللبنانية ماذا بعد الانقلاب السلوي؟ تتسبورت الإيطالية رونالدو يصل إلى تورينو. ماركة الإسبانية 300 مليون يورو لإعادة تسمية الكامب نو. موندو ديبورتيفو الإسبانية ريال مدريد يريد ضم ويليان ضمن صفقة كورتوا. دالستار الإنجليزية مورينيو يطلب من لاعبي تقليص إجازاتهم استعدادا للموسم الجديد. هذه العناوين، فماذا عن التفاصيل؟ فاصل سريع ونبدأ مشوارنا، كونوا معنا. جولتنا على صحفنا السهلة من شارع الصحافة في الدوحة، البداية من غلاف الملحق الرياضي صحيفة الوطن القطرية اللجنة العليا للمشاريع والإرث ترد على ساندي تايمز تؤكد نزاهة مونديال 2022 ادعاءات كاذبة. في الوطن أيضا نتابع هذا الخبر الخاص بقنوات بي إن سبورتس. عبر إنشاء رابطة مع يورو سبورت وكانال الفرنسية لحماية الحقوق، بي إن سبورتس تبدأ الحرب على قراصنة البث. موقع تيلي كابل سات يوسف العبيدلي رئيسا للرابطة تضم أيضا اتحادات دولية. آخر الصفحات التي سنقرأها من الوطن، هذا الحوار المطول مع أحمد السيد، وهنا أبرز ما جاء فيه. أحمد السيد نجم العربي السابق محلل الكأس يفتح كل الملفات، يؤكد الوطن الرياضي رحيل خلفان مؤلم، الحكم المبكر على محترفي العربي مرفوض، الريان ستكون له كلمة الموسم الجديد. جابي اسم كبير لكن نجاحه يتوقف على عطائه، توقع استمرار رباعي تحيل السد الريان الغرافة في المربع. أغلب النجوم القدامى توجهوا للإعلام وابتعدوا عن التدريب. مدرب الوطني غير مظلوم وحصل على فرصته كاملة. من الوطن إلى سد دوحة التي واكبت الادعاءات التي نشرتها صحيفة الساندي تايمز البريطانية. بعد الرد على ادعاءات ساندي تايمز نزاهة الملف القطري أقوى من أكاذيبهم، اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنفي المزاعم حول ملف تاريخي دول الحصار المحرك الرئيس للأزمة. نغلق سد دوحة، نفتح الراية، البداية من المانشيت الملحق الرياضي. الترقب يدخل مرحلة الغليان، تحيل والسد يصارعان على جبهتين، استعدادات نار في آخر الأمتار. في الراية أيضا حوار كروي مع نجم مصلال إسماعيل محمود. إسماعيل محمود نجم فريق مصلال يتحدث الراية الرياضية، الصقور جاهزون تحدي الجديد، موسم مختلف تماما، مفاجآت ستكون حاضرة عند القمة. أسماء مهمة عززت صفوف الفريق وسقونا إضافة كبيرة لهجوم الصقور. واجهنا عدم التوفيق في الموسم الماضي، البداية أمام السيلية لن تكون سهلة، فرصتنا جيدة للتنافس بقوة ولن نقبل بأقل من مربع الكبار. معسكر سلوفينيا حقق المطلوب وباند يعرف كل صغيرة وكبيرة. جولتنا مستمرة، في الراية منها نتابع أيضا.
في ختام تجربه استعدادا لاسياد جاكرتا، منتخبنا لليد يخوض مبارتين مع لشبونه البرتغالي. الهيل التحضيرات تتصاعد وهدفنا الدفاع عن حظوظنا. إذا من كرة اليد إلى كرة الطاولة وأيضا في الراية نتابع. بمشاركة 286 لاعبا ولاعبة من 12 دولة، البطولة العربية للطاولة على خط الانطلاق، 20 لاعبا ولاعبة يحملون طموحات العنابي في التحدي المثير، برئاسة خليل مهندي العمومية والمكتب التنفيذي على هامش البطولة. خالد علي الكواري، لدينا الإصرار على تحقيق أفضل النتائج. المشاركة في منافسات البطولة العربية طاولة السيدات أنهت التحضيرات. نغلق الراية نفتح الشرق، وهذا الخبر اللافت على الصفحة الأولى. الانسحاب من البطولة الآسيوية، عقوبات مشددة على الريان. في تفاصيل أكدت صحيفة الشرق أن نادي الريان سيتعرض لعقوبات مشددة قد تصل إلى حوالي 50,000 دولار لانسحاب فريق الكرة الطائرة من البطولة الآسيوية التي تنطلق اليوم في مينمار، ويواجه الرهيب صعوبات كبيرة بعدما طالب عدد من اللاعبين الرحيل عن الفريق باتجاه أندية أخرى. صفحة أخرى من الشرق عن استعدادات لانطلاق دوري النجوم. البياوي يخطط لخريطيات جديدة، الصواعق مغامرون في معارك البقاء. آخر الصحف القطرية سنقرأها في جولة اليوم ستكون العرب، وبداية نتعرف على نتائج أدعم الشاطئية في بطولة العالم. فاز على عمان بشوطين مقابل شوط، أدعم اليد تاسعا في مونديال الشاطئية. الإصابة تحرم كخيا من اللقاء، عواض رأى أن سوء الحظ لازم المنتخب. سيد قناوي، نتائجنا غير مرضية، إنجاز جديد للتحكيم القطري. الهيل واليزيدي يديران النهائي. إلى صفحة أخرى من العرب نقرأ منها. نواف الرجعان يشيد بالأجواء المثالية، أكاديمية لماسيا الكويتية تختتم معسكرها بالتحيل. صحيفة الرؤية العمانية نشرت اليوم مقالا حول مونديال 2022 تحت العنوان التالي. هي تقول: التكامل العماني القطري. حسين الغافري كتب قائلا: لقد سبق أن غرد الأستاذ ماجد الخليفي رئيس تحرير جريدة الأستاذ دوحة بذلك حول إمكانية التعاون مع السلطنة والكويت إذا ما حدث، وطرحت فكرة رفع سقف عدد المنتخبات ووافقت عليه قطر. الكاتب رأى سلطنة عمان أمام فرصة تاريخية ربما لن تتكرر. بعد أن تسلم سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني إشارة الشرفية لتنظيم المونديال القادم، باتت أعين العالم تتابع الحركة الإعدادية للأشقاء في قطر. عرس كبير لأول مرة تحظى به منطقة الشرق الأوسط، ولجمال الفرحة أن تكون قطر الشقيقة البلد المنظم للبطولة التي نمني النفس بأن تكون الأفضل على الإطلاق، وهو أمر ليس ببعيد عن أن تكتب فصول نجاحه بأحرف ذهبية، خصوصا بعد تجارب سابقة احتضنتها الدوحة وكتب لها التميز. لقد انتشرت قبل عام تقريبا أخبار صحافية عن رغبة تعاون بين حكومتي السلطنة وقطر لاستضافة بعض المباريات في السلطنة، ورغم أن الموضوع ليس بتلك السهولة التي نتوقعها ونظنها، لكن هي فرصة قائمة وأمنيات تدفعنا للتمسك بها. فمثل هذه الفرص لا تعود ولا تطرق أبواب وابنا دائما، لكنها مجرد فرضيات لحد اللحظة، وهذه الفرصة بحاجة إلى أن تدرس من كل جوانبها لترى النور. مستمرون مع صحف العمانية من عمان طالع حوارا مع رئيس نادي السويق العماني.
عبد الله العدواني العزوف عن الترشح للرئاسة سببه الملف المالي الذي شكل عبئا كبيرا. السويق لم يستعد لدوري عمان تل، سيكون مشاركا وليس منافسا على المراكز الأولى الموسم المقبل. استراحة محارب لنا بالمسابقات ولسنا في محل تقييم، ولا يوجد استعداد خاص لبطولة الأسيوية، سنعمل على تمثيل المشرف. العدواني أضاف: لا خوف على السويق لأنه كنز يزخر بمواهب ولاعبين جيدين في جميع المراحل السنية. للكويت مجموعة من العناوين تطالعنا به صحيفة الأنباء الكويتية. العربية: ترقب رد اتحاد الكرة بشأن الأنصاري الأصفر، خسر من وداد تلمسان وراح من التدريبات أمس. الكويت يوافق على انتقال طراد والفارسي للسماوي. من أنباء الجريدة مزيد مما جاء في الصحف الكويتية اليوم. الكرواتي: جوزاك مدربا المنتخبين الأول والأولمبي. الاتحاد حدد له هدف التأهل لأولمبياد 2020 ومونديال 2022. قرار التعاقد مع جوزاك جاء بناء على توصية اللجنة الفنية. اختيار الكرواتي جوزاك للإشراف على الأزرق استحوذ على اهتمام الصحف كافة في دولة الكويت. صحيفة القبس كتبت في هذا الإطار، تقول: €700,000 سنويا مدرب مغمور روميو مدربا الأزرق رسميا لعامين. على يسار الصفحة كتبت القبس تقول تحت عنوان ولنا تعليق، الصحيفة خاطبت معن الرشيد قائلة: من الصعب أن تقنعنا أنت ومن معك أن هذا المدرب هو الأكفأ لانتشال الكرة الكويتية من الغرق، والأيام بيننا والبقية تأتي. من الكويت إلى العراق نطالع من صحيفة الزمان هذا العنوان. شباب والرياضة: تفتتح ملعب الكوت وعبطان يدعو إلى ثورة إعمار. من الزمان ننتقل سريعا إلى المدى، نتابع مزيدا من عناوين الصحف العراقية. مدرب الوطني يعتمد نجوم الدوري في موقع رام الله. اتحاد الكرة يحسم التعاقد الرسمي مع إريكسون. المدى قالت إن المدرب باسم قاسم سيعتمد على اللاعبين المحليين في مواجهة المنتخب الفلسطيني الودية التي ستقام في رام الله في 4 من الشهر المقبل. المباراة ستكون الأخيرة مدرب قاسم بعد قرار اتحاد الكرة العراقي عدم تجديد عقده والاستعانة بمدرب جديد بدلا منه. من المرجح أن يكون السويدي غوران إريكسون. صفحة ذاتها كما تشاهدون مقال لمحمد المحمدي بعنوان سيناريوهات فضائحية، الذي قال فيه أن الوسط الرياضي مصاب بأخبث الأمراض ويعاني الأمرين دونما أن تكون هناك بادرة حل شجاعة لتصحيح المسار. حتى وقت قصير مضى أدهشتني مجموعة من الرياضيين الرواد بتبني تظاهرات منظمة مع الجماهير للمطالبة بالإصلاحات والتغيير بهامش جميل يوحي بأن هناك من يقف للمفسد بالمرصاد ولا يرضى إلا أن تكون الرياضة واجهة مشرفة للبلد. ولكن ما حدث بعد ذلك هو المتوقع تماما، فإن عدوى المرض دبت هي الأخرى بأوصال المصلحين وأنهكت جسدهم المتعب. فالبعض منهم أقنعته المناصب الواهية، والآخر تراجع عن مبدأ الإصلاح مقابل مغريات سفرة من أسبوع واحد، فيما راوحت الجماهير مكانها تضرب الراح بالراح وتعلن يأسها وعدم مبالاتها بكل ما يمت إلى رياضة التزوير والفساد والمؤامرات بصلة وصل. نواصل جولتنا على الصحف العربية، نصل إلى الأردن والأبرز. هناك نتابع من الغد الأردنية. الوحدات يطلب 500,000 لعارة ثلجي ويشارك في بطولة الفيصلي. الغد كشفت أن نادي الوحدات طلب $500,000 للموافقة على إعارة لاعبه يزن ثلجي نادي الشرطة العراقي. ثلجي لاعب الوحدات والنشامة يعتبر أحد أبرز نجوم الكرة في الأردن حاليا، وكان قد انتقل إلى الوحدات من النادي الأهلي الموسم الماضي مقابل $110,000
أمريكي. في لبنان تبقى كرة السلة في دائرة اهتمامات الصحافة، هناك جديد الموضوع نتابعه من صحيفة الأخبار اللبنانية. العودة إلى قانون 2+1، المصلحة الوطنية تنتصر على الجشع. الصحيفة رأت أن بطولة لبنان لكرة السلة عادت إلى صورتها السابقة مع إقرار اعتماد لاعبين أجنبيين اثنين على أرض الملعب، وهو قرار ربما يكون أفضل ما اتخذ الاتحاد الحالي منذ انتخاب لجنته الإدارية وفق رأي الصحيفة اللبنانية. كرة السلة تطوراتها الدائمة في لبنان، تناولها وسيم صبرة في مقال له في صحيفة اللواء تحت العنوان التالي: ماذا بعد الانقلاب السلوي؟ وهل سيفي أكرم الحلبي بوعوده الرئاسية؟ الكاتب وصف ما حدث مؤخرا بالانقلاب الأبيض الذي نفذه الأعضاء الثمانية المتبقين باتحاد اللعبة، الذين أعلنوا قبول استقالة رئيس الاتحاد بيير كيخياوا تاليا انتخاب أكرم الحلبي خلفا له، وإعادة توزيع الحصص. مزيد مما قال صبرة في السطور التالي نتابع. في حال سلكت الأمور درب الاستقرار، فإن هذا لا يلغي أن أمام أكرم الحلبي مسؤوليات جسام وعليه تحملها، ليس كرجل إنقاذ، بل إن المنطق يقول بأن عليه ترجمة كافة الوعود التي أطلقها عشية انتخابات 15 من كانون الأول من عام 2016، خاصة وأنه تحقق له ما كان يصبو إليه، وهو اليوم في موقع ترجمة ما كان يتعهد به، وإلا فإن عليه مواجهة سهام الأندية وانتقادات الإعلام. نتحول إلى صحافة شمال أفريقيا، نقرأ في غلاف الشروق التونسية: الشروق تكشف تفاصيل عودة البنزرتي للمنتخب، مفاوضات في المغرب وراتب ب35 مليونا. نبقى مع الشروق التونسية من صفحة داخلية ونتابع هذا العنوان: النجم بعد الترشح إلى ربع النهائي انتعاشة للمعنويات لا تحجب الثغرات. الصحيفة رأت أن ضمان التأهل للدور ربع النهائي لرابطة الأبطال الأفريقية منذ الجولة الرابعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغطي جملة النقائص والثغرات التي يشكو منها الفريق. الشروق حذرت من أن القادم سيكون أصعب، ودعت إلى التعجيل بمعالجة الثغرات التي يعاني منها الفريق كي لا يتحول حلم فريق جوهرة الساحل في رابطة الأبطال الأفريقية إلى سراب. من الشروق التونسية للشروق الجزائرية، منها نتابع هذا العنوان: الوزير محمد حطاب لم يتقبل انتقادات ويرد: تفوقنا على الإسبان في التنظيم والألعاب الأفريقية، ناجحة بشهادة المختصين. الصحيفة نقلت عن وزير الشباب والرياضة الجزائري امتعاضه من الانتقادات الشديدة التي وجهت لجنة تنظيم الألعاب الأفريقية للشباب التي أقيمت في الجزائر مؤخرا، مشيرا لأن الجزائر تفوقت على الإسبان الذين نظموا ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الشهر الماضي. حطاب قال: لا يجب الوقوف عند بعض التفاصيل الصغيرة واستغلالها تشويه صورة الجزائر، مشيرا لأن ما حدث مع أحد أعضاء الوفد التونسي هو فعل فردي ولا يؤثر على الشكل العام للتنظيم. جولتنا على الصحافة العالمية نستهلها من إيطاليا، خبر الأبرز نرصده من توتو سبورت الإيطالية: رونالدو يصل إلى تورينو بعد 9 مواسم قضاها في مدريد. حط النجم البرتغالي رحالة في معقل البيانكونيري لبدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية. توتو سبورت واكبت وصول الدون إلى تورينو برفقة عائلته، وأكدت أنه سيبدأ تدريباته اليوم إلى جانب مجموعة من نجوم السيدة العجوز العائدين من إجازاتهم. عنوان لافت تصدر المشهد في صحف إسبانيا وتابعه من ماركا الإسبانية: 300 مليون يورو لإعادة تسمية الكامب نو. الصحيفة المدريدية تحدثت عن مساع جدية تقوم بها إدارة برشلونة للتوصل إلى اتفاق مالي ضخم
يتم بموجبه تغيير اسم ملعب الكامب نو ماركا كشفت أن فترة العقد ستمتد 20 عاما مقابل أكثر من 300 مليون يورو، وتوقعت أن يتم الكشف عن اسم الراعي الجديد في الأشهر الأولى لعام 2019. تحول صحيفة موندو ديبورتيفو. ريال مدريد يريد ضم ويليان ضمن صفقة كورتوا. الصحيفة الكتالونية أبرزت اهتمام النادي الملكي بضم ويليان جناح تشيلسي بعد تخلي الغريم برشلونة عن فكرة ضم البرازيلي. موندو ديبورتيفو نقلت عن تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة الميرينغي تجهز عرضا مزدوجا لضم ثنائي البلوز كورتوا وويليان مقابل 100 مليون جنيه استرليني. إلى مقال في صحيفة أس الإسبانية عنوانه: التضخم في سوق لاعبي كرة القدم. ألفريدو ريلانو كاتب المقال استغرب الارتفاع الجنوني في أسعار لاعبي كرة القدم التي اعتبرها غير مبررة إذا ما قورنت بالمستويات التي يقدمها اللاعبون مع منتخبات بلدانهم. كان لافتا شراء باريس سان جيرمان نيمار بمبلغ 222 مليون يورو قبل أن يعود برشلونة ويدفع 145 مليون يورو مقابل ديمبلي و165 مليونا لضم كوتينيو. لا يمكنني تحميل البارسا مسؤولية ارتفاع الأسعار، فالنادي الكتالوني حاول إنقاذ ماء الوجه بعد رحيل نيمار، وهو ما جعله يدفع مبالغ طائلة لتعويض رحيل النجم البرازيلي. الغريب أن هذا التضخم الكبير في أسعار لاعبي كرة القدم يتناقض مع مجريات كأس العالم الأخيرة، فمونديال روسيا تميز باللعب الجماعي ولم يبرز فيه نجم بعينه كما حدث في النسخ السابقة، ما ينفي وجود مبرر للقفزة الهائلة في أسعار اللاعبين ويدفع المدربين أمثال مورينيو وغوارديولا إلى انتقاد جنون الأسعار. من إسبانيا تحول إلى فرنسا وليكيب الفرنسية. 420 ألف يورو راتبا شهريا صافيا لتوماس توخيل. الصحيفة الفرنسية أكدت المدرب الألماني يتقاضى حوالي 5 ملايين يورو راتبا سنويا صافيا لقاء تدريب النادي الباريسي، وهما يعادل 420 ألف يورو شهريا. ليكيب كشفت أن راتب توخيل يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه المدرب السابق أوناي إيمري. إلى أجواء الملاعب الإنجليزية، البداية من ديلي ستار التي عنونت: مورينيو يطلب من لاعبيه تقليص إجازاتهم استعدادا الموسم الجديد. الصحيفة تحدثت عن مأزق يعاني منه سبيشال ون، بخاصة بعد الخسارات التي مني بها الفريق في كأس الأبطال الدولية، مما جعل المدرب البرتغالي يطالب لاعبيه الدوليين الذين شاركوا في المونديال بتقليص فترة الإجازة والعودة بسرعة تحضيرا للموسم الكروي الجديد. انتقل إلى صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية التي كتبت: بيتر تشيك يستعد للرحيل عن الجانرز قبل إغلاق الميركاتو. ديلي إكسبريس أكدت أن الحارس تشيك المخضرم في طريق للرحيل نادي اللندني بعد ضم أرسنال الحارس الألماني الدولي لينو ورفضه الجلوس احتياطيا، حيث سيسعى بيتر تشيك إلى مغادرة لندن قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية. ختام حلقة جرايد سيكون من صحيفة مترو الإنجليزية التي عنونت: غونزالو إيغواين يختار بين تشيلسي وميلان. بحسب الصحيفة، فإن المهاجم الدولي الأرجنتيني يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما سيجعله يرفض العرض المقدم من إسي ميلان. مترو كشفت أن إيغواين يريد اللعب مجددا تحت قيادة مدربه السابق ساري الذي سبق وأن دربه مع نابولي. في الختام، شكرا طيب المتابعة والإصغاء. ألقاكم دائما على خير ومحبة. في أمان الله وحفظه.